تحدي أطفال أسرة الإخاء السورية. يا هلا يا هلا يا هلا. شرفتينا. تفضلي اهلا وسهلا بالشحروره الشحروره الامبراطوره صباح. يلا قوم فارق اكثر لقب بيلبى للشحرورة هو الأم صباح. كل عام وانتي بألف خير. أحلى لقب لإلك هو الأم، وانتي أم، وحابين نستقبلك ونكرمك بعيد الأم. يمكن صار دور المتفرجين هلا، إذا ممكن للتصوير يوقف. صار دور إنه نطلع البروجرام، إذا بتريدوا إنه نوقف بقى التصوير. وين أما وين؟ خلوني طيب أنا أحكي مع الصبوحة شوي. إذا بتريدوا. خلص. ست صباح اهلا وسهلا مرة ثانية فيكي. اهلا وسهلا فيكي يا شحرورة الوادي، يا ببلدك سوريا بلدك الثاني. نحن بنعرف قديش بتحبي هالبلد هذا. شكرا لوجودك معنا. من كل طفل موجود معنا هون، من كل طفل عنا بحاجة مساعدة بيقول لك شكرا لمجيئك. بادئ ذي بدء أتوجه إلى الأم الموقرة وأقول أيتها الجليلة الكبيرة، كل عام وأنت بخير يا أم البطل أنيسة حافظ الأسد. وإلى ذات القلب الكبير، إلى ذات الأيادي البيضاء، إليك صلوات أطفالنا، أطفال سوريا العظيمة، السيدة أسماء بشار الأسد، كل عام وأنت بخير. أما أنتن أيتها الأمهات، لولا عددكن الكبير لقبلت كل أم موجودة معنا عربون شكر لقدومها والمشاركة بدعم أسرة الإخاء السورية لإنقاذ أطفالكم أطفال سوريا. كل عام وأنتن بألف خير. الاتحاد الاتحاد للطيران ما اجملك. لو انه استاذ حسان ما موجود، بس الهيئه اللي شغاله على طول موجوده. بدنا نتشكر رعايتكم للحفل، بدنا نتشكر الجوائز اللي اعطيتونا اياها. شكرا لكم. فيني من صوت الغد فينا نطلب مساعدتك لتقدم للسيدة صباح الصندوق الأسري شغل سوري. لا معلش ما حطها. إذا بتريد فيني رومي سيال صوت الغد.
الصلاة هيدا أحلى يوم. هيدا شغل يدوي بتمنى تقبليه منا. نحن لو معنا أكثر من جبهة هيك 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 صحنا كثير فقرة بالشمعية عم نعمل لمة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا الشحرورة صباح مدرسة لازم بتصور بالمدارس ندرس مادة صباح. ما شاء الله على هالهمة ما شاء الله الله يقويكي يا ست صباح. تاني بس هلا موعدنا مع الفنانة اللي تقدمت لعنا مجانا من شان الأطفال المعاقين الفنانة رولا سعد. نسيناكم 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 نسيناكم.
اسمك اللي شوفني اسمك Thank you.